كذلك عالم الاتحاد السوفيتي، ضباط الاتحاد السوفيتي امريكان والاتحاد السوفيتي كيتبدلوا الجواسيس، كيديروا التبادل. الاتحاد السوفيتي اللي كانت مسيطره على المانيا الشرقيه، كاين الدرابويات ديال اوكرانيا كيساندوا اوكرانيا. فيليكي بابيدي هورا. السلام عليكم، فيديو جديد. غادي ننطلقوا من مدينه بيليفيلد، جايه في شمال غرب المانيا، نتجهوا الى مدينه برلين ان شاء الله. غادي نمشي فواحد القطار سميتو فليكس بوس، هو ارخص قطار هنايا كاين في المانيا. عندهم حتى الكيران، هما دوك الكار اللي كنت جيت منه من برشلونه فاش جيت عاوتاني الى مدينه ليل ودخلت الى المانيا، نيت فليكس بوس. مي هنايا في المانيا دايرين التران، غادي نمشي فيه ان شاء الله الى مدينه برلين. هو هذا التران فاش غادي نمشي، فليكس تران الى مدينه برلين ان شاء الله. يا عامر هادي كنا عارفين شوية على التران في الاخرين ديال المانيا ديال برلين، ولكن كان عامر بزاف الصداع. وسط محطة برلين عاصمة المانيا، دابا غادي نقلب فين عندي الهوستيل نريزيرفي واحد، وديك الساعة غنديرو جولة ان شاء الله. مي تبان لينا المحطة كبيرة بزاف، واو دخلت فيها كاع. مي ان شاء الله ان شاء الله ما ندوخش، يكون ديك شي كلشي مخطط. ليتس جو. محطة برلين للقطارات هاوت بان هوف، انا ما كنظن هادي اكبر محطة قطارات هنايا في المانيا. دابا غادي نشوف نلقى شي هوستيل، راني مريزيرفيه، مي غادي نتحرك له. مازال عندي الوقت، حيت عندي تشيكين باش ندخلو حتى لثلاثة، وهادي دابا يلاه 12. نحاول نتحرك على رجلي، نلقى شي قهوة. دابا كنتسنى في الترام في مدينة بيرلين، كنتسنى هذا الام رقم 8، نمشي باتجاه الهوستيل ديالي. قلت نحط الباليزة والشنطة، عاد ديك الساعة نخرج ندير جولة، وما غادي نبقى هكذا متقل، صعيبة شي شوية. الترام دابا غادي نشوف واحد القهوة نمشي ناكل فيها شي شوية. بالصباح ملي فطرت كليت شوية فيها الجوع، عاد ديك الساعة نمشي للهوستيل وسط مدينة برلين. هذا عاد ماشي السنترو، مازال السنترو، هذا شي شوية. هنا مريزيرفي الهوستيل في الكسندرا بلاتس برلين، ريزيرفيتو من لابليكاسيون ديال هوستيل وورد، على ما كنظن كلشي عارفها. كتريزيرفي كتخلص في الاول ديك الريزيرفاسيون 2 اورو ولا، ملي كتوصل للمكتب تما الريسبشن عاد ديك الساعه كتخلص الطباقي، سواء تخلصو بكارطا سواء تخلصو كاش على حساب. دابا يلاه نزلت حوايجي في الهوستيل هنايا مورايا، هوستيل داير 12 اورو، وغادي ندير واحد الجوله ان شاء الله هنايا في برلين في العشيه. مازال عندي غدا ثاني كذلك، نديرو في المعالم السياحيه هنايا، اي واحد جا لبرلين فين يمكن له يتسارى فين يمكن له يدور. اول حاجه لاحظتها في برلين هي كثره القطارات والمترو في المدينه، واو بزاف. يبان لي كاين هنايا مورايا برج ديال التلفاز الالماني، على ما كنظن هو اعلى برج هنا كاين في برلين. لقيت واحد النافوره هنايا فيها بزاف ديال التماثيل، كاين حدا برج التلفزيون. مي هنايا بلاصه تبان لي زوينه، كاين بزاف ديال الكنائس، كاين الدرابويات ديال اوكرانيا كيساندوا اوكرانيا. كاين مورايا هنا واحد جوج ديال التماثيل ديال كارل ماركس، هذا فيلسوف ومنظر، هو في الاصل ديالو الماني، مي على ما كنظن انه كان شيوعي في ديك الحقبه ديال الثمانينات ولا فاش كانت باديه الحرب البارده. هنا كاين مورايا دي جزيره المتاحف، فيها على ما كنظن شي خمسه ديال المتاحف، ولا كاين اللي بالفلوس وكاين اللي فابور. غادي نحاول ندخل تما ونشوف نضرب شي دوره تما، مي غادي ندخل انا شي حاجه فابور، شي حاجه كانت بالفلوس ما غاديش ندخل لها كاع. برلين كبيره وكاين فيها ما يتشاف، علاش غادي نخلص باش ندخل المتحف؟ ما عليه، نستمروا في هذا الاتجاه هذا. مي تقريبا هذا هو وسط برلين، كلشي كاين هنايا، متاحف بزاف ديال الامور. على سموا هذه جزيره المتاحف، لان هذه الجزيره هذه عامره بالمتاحف وداير فيها واحد الواد، جاي عند الجزيره باش توصل لها كاينين بزاف ديال القناطر. كتعتبر جزيره المتاحف في برلين من اهم المعالم السياحيه في العاصمه الالمانيه، كاين اكثر من 5 متاحف فوق الجزيره،
ومنهم متحف الفن الإسلامي، وكيديروا بزاف ديال المعارض هنا. اللي مهتم بالتاريخ القديم وباغي يتعرف على عدة حضارات كنقترح أنه يمشي لهاد جزيرة المتاحف. تبلي هنا الدواء عامرة بالسفارات والقنصليات، لأن هذا المركز ديال برلين، قلب برلين. دابا دي مورايا لما كانت من السفارة ديال إيطاليا، ولقيت ديال أنغولا بعيدة عليا شي شوية، ما يتبلي هنا الدواء عامرة مخزن نورمال. وصلت هنا لهذه الساحة، هذه سميتها جين دارمين ماركت، معروفة هنا في برلين، كاين هنا بزاف ديال الكنائس، مي للأسف لقيتها سادة على ما كنظن نكسلحو فيها. كاين كنيسة هنايا مورايا وكاينه وحده ديال اللور، مي هاد الساحه هادي معروفه في عهد الحرب العالميه الثانيه، فاش كانت مقسمه المانيا على جوج، كانت برلين الغربيه وبرلين الشرقيه، الشرقيه ديال الاتحاد السوفيتي والغربيه ديال دول الاتحاد لما سميتو امريكان والانجليز وفرنسا. مي من بعد عاد توحدات، مازال ان شاء الله غادي نمشي لواحد النقطه سميتها تشيك بوين، معروفه هنايا في برلين، كانوا كيتبادلوا فيها الجواسيس ديال الاتحاد السوفيتي وامريكان، فاش كيشدو شي جاسوس في شي دوله كيبدلوه تما ان شاء الله. كاين هذا المحل هذا سميتو غاوخا شوكولاتة، معروف هنايا في برلين، لعزيز عليه الشوكولاط خصو يجي. بدا في 1918، مي قديم، دابا هذيك كثر من 100 عام تقريبا، شي 105 ديال الاعوام، مي ما غاديش ندخلو باين فيه الشوكولاط غالي. هاد الحافلات هادو اللي كنا شفنا بحالهم في مدينة برشلونة، كاين تانية في مدينة برلين كيدير فيكتور، ما عارفش شحال الثمن، مي الثمن غادي نحطو هنا. على ما كنظن كاين حتى في المغرب، في مراكش ولا مع طنجة، ولاد مراكش ولا طنجة كيكتبو الثمن وفينا بلاصة كاينين في المغرب. وصلت لهاد النقطة هادي سميتها تشارلي تشيك بوين، هادي كانت معروفة من بعد الحرب العالمية الثانية، في الحرب الباردة. هنا كانت امريكان والاتحاد السوفيتي كيتبدلوا الجواسيس، كيديروا التبادل. الاتحاد السوفيتي اللي كانت مسيطره على المانيا الشرقيه، وامريكان والحلفاء فرنسا والانجليز اللي كانوا مسيطرين على المانيا الغربيه. فهاد البلاصه هادي كاين واحد التصويره الفوق، واحد الضاويط ما عرفش شنو سميتها. ليكاي بابيدي هورا. مازال مكمل انا في الجوله ديالي، غادي نمشي لواحد البلاصه سميتها برادنبورغ تور، معروفه هنايا في المانيا، هي بوابه كبيره وفوقها واحد التماثيل، واحد التماثيل بالاحصنه كنسرقهم شحال هادي نابليون بونابارت، هذاك الملك ديال فرنسا. برادنبورغ تور رمز مدينه برلين. هذه اللي مورايا بوابه برادنبورغ تور، بوابه هنايا معروفه في برلين، كانوا ديك التماثيل اللي فوقها، فاش كان دخل نابليون بونابارت من فرنسا كان داهم، عاوتاني فاش دخلت المانيا الى باريس كانوا داروا الاسترجاع ديالهم رجعوهم. مي هنا الدواء عامره. مباشره جنب البوابه ديال برادنبورغ تور كاين مورايا مبنى البرلمان البوندستاغ هنا في المانيا، لحد الان مازال كيتستعمل، كتكون فيه جوله بالمجان، خصكم تسجلوا في هذا الموقع هذا، مي انا جيت على غفله ما تسجلتش من قبل، لقيت البلايص كلهم مريزيرفين ما عنديش. هذا هو المبنى ديال البرلمان هنايا في المانيا البوندستاغ، مي يبان لي فيه شويه ديال الاصلاحات، وتدخل ليه يمكن كتخلص عاد باش تدخل. بغيت نطير في هاد البلاصه الدرون، مي فاش دخلت الخريطه ديال دي جي اي المختصه في الدرون لقيت هنا منطقه حمراء ممنوع نطلع، ربما نطلع يمشيو يديوها لي ولا يشدوني بها ولا يهبطوها لي. مشات الكاميرا تطفات درت تسارجا، دابا راني ندير الجو برو، ربما ما يتسمعش الصوت مزيان، مي غادي نكمل الجوله ديالي في العشيه. حرا غدا ان شاء الله الا بقيت في مدينه برلين نزيد ندور، كاين بزاف ديال البلايص نربح شويه ديال الوقت، كاين بزاف ما يتشاف هنايا ان شاء الله. اكتبوا لي في التعليق لتحت من دول اللي باغيين تشوفوها بحال دابا في النمسا ولا في الطليان، حيت مازال مكملين الجوله ديالنا ان شاء الله، رحله اوروبا البريه ان شاء الله.
شنو لقيت هنا في برلين كيتباع كاين بزاف ديال الاعلام كذلك عالم الاتحاد السوفيتي. فوالا انا ما كنظن هذا ديال المانيا قديما كاين بزاف كاين هذا ديال الاتحاد الاوروبي هذا الزرق هذا معروف مي لقيت الطرف ديال الاتحاد السوفيتي ضباط الاتحاد السوفيتي كاين بزاف ديال كاين بزاف ديال الامور هنايا كتباع بديك شي الازياء العسكريه مي اغلبيه داك الشيء كيكون غير ديال الشينوا ولا هرابه يوسف لا تدوز فيك شي طوموبيل مازال مكملين الرحله البريه باوروبا غنتجهوا الى براغ عاصمه تشيك اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات الجديده سلام